وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري السوري العميد عبد الهادي ساري. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. بداية، كيف تقرؤون القصف الصهيوني الذي استهدف أسلحة إيرانية أو أسلحة لإيران وحزب الله قرب مطار دمشق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم. في الواقع هي ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يمكن أن يقوم بها العدو الصهيوني بتوجيه ضربات على الأراضي السورية، ظنا منه توجيه الضربات إلى قواعد إيرانية. هذه يعني حسب الإحصائيات تقول بأن إسرائيل نفذت منذ عام 2017 أكثر من 200 غارة جوية على الأراضي السورية. الأراضي السورية هي ليست أراضي إيرانية، هي أراضي سورية وللشعب السوري وملك الشعب السوري، لكن إيران استخدمتها لغايات في نفسها. طبعا هي تحارب، ربما يعني الواضح أمام العيان بأن إيران تحارب إسرائيل على غير أراضيها، أي بمعنى آخر أنها بعيدة عن الأراضي الإيرانية، وبالتالي الخسائر التي تقع سواء كانت الخسائر بالمدنيين أو الخسائر بالمعدات والبنية التحتية للجمهورية العربية السورية لم تخسرها إيران، بل يخسرها الشعب السوري، لا يخسرها النظام ولا يخسرها بشار الأسد الذي هو أعطى الذريعة لإيران بالدخول إلى الأراضي السورية، وأعطاها الذريعة أيضا لشن حملة ضد إسرائيل، أو إسرائيل تقوم بتلك العملية على الأراضي السورية. كما قلت سيادة عميد، أن القصف هذا ليس الأول الذي يستهدف النظام وميليشيات حلفائه، لكن كيف تقرؤون توقيت هذا القصف؟ نعم، أولا يعني الجميع يعلم ويعرف أن هناك أكثر من 7 مخازن أو استراتيجية لإيران، وهناك مقر قيادة متقدم لإيران في مطار دمشق الدولي يسمى المقر الزجاجي. هذا المقر الذي أنشئ منذ عام 2016 في مطار دمشق الدولي، وايضا مستودعات الاسلحه والذخائر المتواجده في مطار دمشق الدولي، ظنا من النظام وايران بان هذا المكان هو ضمن التفاهم الايراني، عفوا ضمن التفاهم الروسي الاسرائيلي، بان هذه المناطق يجب منع الضربات باتجاهها، وبالتالي استخدمتها ايران لتقديم الدعم لحزب الله ولتقديم الدعم وتجيش الشيعه من كل انحاء العالم ضد الشعب السوري وقتل الشعب السوري. لكن هذا بهذا التوقيت، اولا التوقيت هو يعني اعتقد انه مناسب لاسرائيل وغير مناسب لايران، ايران التي تحشد كل قواها وتحشد كل طاقاتها باتجاه معركه ادلب، والساسه الايرانيين والقاده العسكريين الايرانيين يقولون بان معركه ادلب قادمه، يعني ان ادلب هي النقطه الاخيره التي يمكن ان يتوجه اليها الايرانيون باتجاه تلك المدينه بالتعامي وبتعامي. لكن المستغرب سياده العميد هو عدم رد لا سوريا ولا ايران على هذه الهجمات. اولا يعني دائما النظام السوري ومنذ عام 2000 بالالفيه الثالثه الان ومنذ بدايتها يقول اننا يعني سنرد في الوقت والزمان المناسب، هذا الرد السوري دائما، اما الرد الايراني فهو عاجز عن ان يرد على السلاح الطيران الروسي الاسرائيلي المتطور والذي يعمي كل شاشات الرادار على الاراضي السوريه منذ اللحظه الاولى من اخلاع هذه الطائرات، وبالتالي الرد هو يعني ان كان الرد سيكون الرد فهو عباره عن صواريخ تطلق عشوائيا وليست وهي غير موجهه ضد الطائرات او الصواريخ التي تطلق من اراضي جولان المحتل او اراضي فلسطين المحتله، وبالتالي هذا العجز واضح تماما. حتى الروس الذين يتمتعون بقوة سلاح دفاع جوي في على الأراضي السورية من S-400 إلى S-300 المتواجدة على الساحل السوري هي أيضا عاجزة، أنا أقول عاجزة وأكرر بأنها عاجزة على أن تطلق باتجاه الطيران الإسرائيلي، لأنها تعمى كل المنطقة بالحرب الإلكترونية الموجهة على محور طيران هذه الطائرات، أيضا على محور إطلاق هذه الصواريخ. ذكرت معركة إدلب والاستعدادات إلى معركة إدلب، لكن السؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الاستهدافات على قدرات الميليشيات الإيرانية قبل معركة إدلب المرتقبة؟ يا سيد الكريم، أولا إسرائيل لا تعنى بما يحصل في إدلب ولا تعنى أيضا بما يحصل للشعب السوري، ولو أنها
عنيت بالشعب السوري والمأساة التي تعرضت لها سوريا منذ 7 سنوات، يعني كانت قد وقفت موقفا حقا اتجاه هذا النظام، لكن هذا النظام هو مرضي لإسرائيل وملوك إسرائيل وحاشية إسرائيل، وبالتالي لا هي ليست معنية بما سيحصل في إدلب، لكن ما يعنيها هو أمن إسرائيل وأمن القومي لإسرائيل وما سيحصل عليه حزب الله أو القوى التي يمكن أن تقول أو تسمي نفسها بالمقاومة الممانعة، وأنا أسميها طبعا الممتعة وكثيرون يسمونها كذلك، لكن هي معنية بالصواريخ التي يمكن أن تكون أو توجد في على الأراضي السورية وهي إيرانية الصنع، أيضا المعامل والمصانع والأسلحة والذخائر التي يمكن أن تنفذها أو تهيئها إيران على الأراضي السورية، هذا ما يعنيها إن ذلك هو يمكن أن يكون خطرا على إسرائيل وليس خطرا على الشعب السوري المتواجد في 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 إدلب، لكن الخطر الموجود على الشعب السوري وهو حوالي 4 مليون مواطن سوري متواجدون في إدلب، وكنا قد سمينا إدلب بالثقب الأسود التي جمعت كل المقاتلين وكل الأحرار في سوريا، تم جمعهم في إدلب لتكون المحرقة الكبرى في إدلب، والنظام وإيران وروسيا مستعدون أن تكون إدلب محرقة الشعب السوري على غرار المحرقات التي سبقت من يعني عبر التاريخ، وبالتالي إدلب يمكن أن تكون هذه المحرقة قادمة، ويمكن أن يقف موقف حق العالم والمجتمع الدولي المتعامي، لكن أرى أن أمريكا التي قالت يجب أن تكون هناك عمليات محدودة رضيت بهذه المعارك ورضيت بأن تنفذ روسيا وإيران والنظام السوري في تلك القصف الهمجي، وبالأمس سمعنا أن مجلس الأمن أو إحدى المنظمات الدولية تقول أو الإنسانية تقول بأن يعني هناك حرب عشواء ضد الشعب السوري في إدلب، وبالتالي يعني على هذا النظام أن يوقف هذه الهجمات. من العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري السوري العميد الركن عبد الهادي ساري، شكرا جزيلا لك.